الآن الفقرة دال، نمسك الفقرة دال، عندي أولا س تربيع زائد س صاد يساوي 4، واثنين س صاد ناقص صاد تربيع يساوي سالب 3. كيف نفكر في هذا المعدل؟ نأخذ واحدة من المعادلتين يا الأولى يا الثانية، بنخلي مثلا صاد موضوع القانون أو س موضوع القانون. واضح يعني من المعادلة الأولى أنه مثلا أجعل صاد موضوع القانون أسهل. إذا هنا س تربيع زائد س صاد يساوي 4، ومنها س صاد تساوي 4 ناقص س تربيع، ومنها صاد تساوي 4 ناقص س تربيع على س. الآن خذ قيمة صاد هاي اللي طلعت معاك أو المقدار هذا وعوضه في المعادلة الثانية، استبدل فيه كل صاد، فبصير عندي المعادلة هيك 2 س في صاد اللي هي 4 ناقص س تربيع على س، كويس، ناقص صاد تربيع ناقص 4 ناقص س تربيع على س الكل تربيع، ماشي. هنمسح هاي بس عشان ما تتخربطش معانا الأمور. ممتاز، هاي الكل تربيع يساوي سالب 3. شوف المعادلة، أنا الهدف الرئيسي عندي إني أخلي المعادلة كلها تصير بمتغير واحد فقط، صارت أياتها الآن بس مجرد معادلة إيش بدها تبسيط، فك أقواس، تبسيط، يعني واضح راح تكون درجة رابعة، درجة ثانية، واحد مطلق. إذا زي المعادلات التربيعية أو معادلات اللي هي ثلاثية المقدار. عند السين تختصر مع السين، اضرب اثنين فك القوس، راح يطلع معك هنا ثمانية ناقص اثنين سين تربيع، هاي أول واحدة، وهون راح نعمل ناقص، افتح القوس، ربع البسط اللي هو أربعة ناقص سين تربيع الكل تربيع على سين تربيع يساوي سالب 3. لسه بدي أفك القوس كمان فوق، بصير عندي هون ثمانية، طبعا ممكن أوحد مقامات إذا بتحب، يعني ممكن أوحد مقامات وبعدين أشتغل على فك الأقواس. يلا خلينا نوحد مقامات، نعتبر هذا المقدار كله كأنه على واحد، فراح نوحد المقامات على سين تربيع، بعدين بعمل فك الأقواس هذا الداخلي. يلا راح نضرب السين تربيع في المقدار اللي هون، واحد في هاي، فراح تصير ثمانية سين تربيع ناقص اثنين سينوس أربعة، شوف ظهرت السينوس أربعة، ناقص بين قوسين أربعة ناقص سين تربيع الكل تربيع يساوي سالب 3. فأضرب تبادلية، راح تصير لك المسألة ثمانية سين تربيع ناقص اثنين سينوس أربعة ناقص بين قوسين أربعة ناقص سين تربيع الكل تربيع يساوي ناقص ثلاثة سين تربيع. الآن باقي نفك هذا المقدار اللي هو أربعة ناقص سين تربيع، هاي أربعة ناقص سين تربيع الكل تربيع. القاعدة تبعتنا مربع الأول، بعدين اضرب الأول بالثاني باثنين، اثنين في أربعة ثمانية، في سالب سين تربيع بيطلع سالب ثمانية سين تربيع زائد مربع الثاني اللي هو سينوس أربعة. هذا اللي راح نضعه كله بدل مين؟ بدل القوس، بس ما هذا مضروب في سالب فراح يتغير إشاراته، يعني ما نقول سالب معناته هون راح نضرب في سالب كل القوس، معناته راح يصير هيك سالب 16 زائد 8 سين تربيع ناقص سينوس 4. هذا راح نكتبه بدل مين؟ بدل هذا المقدار ككل. إذا نعيد كتابة المعادلة، 8 سين تربيع، شو رأيكم كمان ندخل الثلاثة سين تربيع هون ونجمعها مع الثمانية بصير 11 سين تربيع، أحسن بدل ما نطول الشغلة. يلا 11 سين تربيع ناقص 2 سين أس 4، بعدين هون راح نكتب ناقص 16 زائد 8 سين تربيع ناقص سينوس 4 يساوي صفر. الآن جمع الحدود المتشابهة، عندي سالب 2 سينوس 4 مع سالب سينوس 4 بيطلع سالب 3 سينوس 4، وعندي هون زائد 8 سين تربيع وزائد 11 سين تربيع بيطلع 19 سين تربيع ناقص 16 يساوي صفر. تقدر تضرب كل المعادلة بسالب عشان تصير بس أسهل المعادلة، 3 سينوس 4 ناقص 19 سين تربيع زائد 16 يساوي صفر. الآن عملية تحليل، إما 3 سين تربيع في سين تربيع وال 16 هنا بدنا نصير طبعا الأخير موجب، إذا إشارتين سالب، ظل ال 16 نحللها، يا بنعملها 8 ب 2 يا إما 4 في 4. خلينا نشوف نجرب مين تزبط معنا، بنطلع 19، لو جربنا 8 ب 2 ما بتزبط لأنه 3 ب 8 24 أكبر،
إذا نخليها هنا الاثنين هون، ثلاثة باثنين ستة، ستة وثمانية برضو ما بتزبط. إذا خلينا نجرب أربعة بأربعة، حط أربعة هون وأربعة هون، هاي صارت 12 وأربعة صارت إيش 20. إذا في خطأ في التحليل هون. إذا خلينا نجرب، إذا ما زبطت كل هذه المحاولات مضطرين نروح على إيش، على القانون العام لمعادلة التربيعية. الآن نروح على الفقرة ها، واضح إنه هنا عندي معادلة تربيعية وعندي هنا معادلة تربيعية. لاحظ إنه هنا بس صاد تربيع موجودة مرة واحدة. إذا خلينا نأخذ المعادلة الأولى ونضع صاد تربيع موضوع القانون، تطلع 9 ناقص سين تربيع. لما نستبدل صاد تربيع 9 ناقص سين تربيع في المعادلة الثانية، شو بصير المعادلة الثانية؟ بصير المعادلة الثانية سين تربيع زائد مكان صاد تربيع نكتب 9 ناقص سين تربيع، بعدين زائد 12 سين زائد 27 يساوي صفر. فك الأقواس، سين تربيع زائد 9 ناقص سين تربيع زائد 12 سين زائد 27 يساوي صفر. واضح السين تربيع انشطبت. إذا هون صار 12 سين زائد هون 27 و9 36 يساوي صفر. إذا 12 سين يساوي سالب 36 ومنها سين يساوي سالب 3. نرجع بنعوض هون مكان سين، فبيطلع عنا صاد تربيع تساوي 9 ناقص سالب 3 تربيع، بيطلع لي هي 9 ناقص 0 يعني صاد تساوي 0. إذا جواب سالب 3 وصفر.